مرحبا بكم. ستشاهدون في هذه الحلقة مجموعة من الأشخاص الذين لازمهم الحظ الجيد في مواقف صعبة أمام الكاميرات. مشاهدة ممتعة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ привет. كان محظوظاً بوجود ذلك الفراغ بين الجذعين. هذا الطفل ماهر في التعامل مع الأوراق النقدية. من الجيد أن أصدقائه كانوا متواجدين لتقديم المساعدة. وصل الأب في الوقت المناسب. الآن يعرف السائق أن مكابح الشاحنة تعمل بكفاءة. لن يعبث أحد مع هذه الفتاة. سقطت الشجرة بين المنزلين. واصل السباق وكأن شيئاً لم يحدث. على الأقل لم تسقط السيارة من أعلى الجرف. في المرة القادمة سيحرص سائق الشاحنة على تثبيت الحمولة. كادت أن تتلقى ضربة قوية على الرأس. سيختار الدراجون طريقا آخر. كان التصادم وشيكا. وهذا الرجل كاد أن يصدم رأسه بحافة المسبح. Can you clip that to your harness? Yeah, you're clipped directly in too. Okay, you've got them there? Hold on, I will. Okay, you're golden. Wait. Thank you very much. Wait. اختار المتسلقون اللحظة المناسبة لتثبيت صديقهم بواسطة الحبل. He's climbing, he's falling, falling. Got you, babe. تجاوز الإشارة الحمراء وكاد أن يتسبب بكارثة.
يتمتع الفتى بقوى خارقة. تجنب سائق الشاحنة حادثين في نفس الوقت. لم يتوقع المتزلج أن القفزة ستكون بتلك الخطورة. يبدو أنهم يحترفون قيادة الدراجات الثلجية. ربما يكون لاعب كرة قدم محترف. Allez Alexis. Il fait peur Alexis. Tu lâches pas en arrière. Oh! لو عاش في القرون الوسطى لتم ضمه إلى الجيش. لهذا لا يجب التوقف فجأة وسط مضمار التزلج. سيارة رائعة وسائق محترف. لن يقترب هؤلاء المشجعون من مضمار السباق مرة أخرى. لهذا يجب أن يستعمل عمال البناء حبل الأمان. عليه التدرب أكثر على القفز بالدراجة. كانت حركة سريعة ودقيقة. وهذه الفتاة لا يجب أن تقف في مسار الدراجات. يستحق أكثر من 3 نقاط على تلك الرمية. لم يتعمد تسجيل الهدف، لكنه كان هدفا جميلا. كانوا على وشك مشاهدة انهيار ثلجي قوي. تحرير الشاحنة لن يكون سهلا. حتى الكبار يرغبون بالحصول على بعض الحلويات. غادرت السيارة في الوقت المناسب. لقد كاد أن يقلب القارب. حصل الكلب على فرصة جديدة للعيش. فقد المظلي السيطرة، لكنه تلقى التعليمات المناسبة من مدربه. Grab the rear riser, Jeremy.
There you go. You got it. There you go. There. Huck the reserve, baby. Huck it. Time to get it out. Sorry for eating your carne asada burrito. Okay, relax. كان الدراج ورفيقه محظوظين. إنه الخطر الذي يهدد سكان المناطق المثلجة. أنقذ الرجل تلك الفتاة من تصادم مؤلم. وجد الغواص نفسه فجأة تحت سفينة ضخمة. من الجيد أنه دخل المنزل قبل سقوط الشجرة. حتى الطائرات يمكن أن تتصادم في الهواء. كان السائق على بعد سنتيمترات من الموت. تجنبت السيارة الحوادث رغم أنها بدون سائق. هذا كل ما لدينا لليوم. نراكم في حلقة أخرى. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟